أحد العلماء الماضين رحمة الله عليهم كان عنده شيء، أول الصبح عندما يريد يطلع من البيت حقيقة شلون التفاته وشلون توجه، أول ما كان يريد يطلع كان يفتح كتب من هذه الكتب البحار، مثلا بحار الأنوار، يفتح هذا الكتاب أو الكافي أو التهذيب أو هذه الكتب الروائية، ثم يطالع صفحة أو صفحتين أو أكثر أو أقل، ثم يغلق الكتاب ويطلع برا. كل يوم هذا كان منهجه. فقيل له: ليش تعمل هذا العمل؟ لاحظ الجواب، كان يقول: في الواقع أنا عبد لهم، أنا عبد لأهل البيت. العبد أول الصبح شو يسوي؟ يجي يم مولاه: أيها المولى، شنو عندك اليوم؟ ما الذي تريد مني؟ كيف تبتغي مني أن أكون؟ المولى يقول له: تعمل كذا، تعمل كذا، تعمل كذا، اطلع برا. أنا أيضا عبد لأهل البيت، أول الصبح أشوف شنو رايدين مني؟ أنا عندما أطلع من البيت ماذا أعمل؟ كيف أنظر؟ كيف أمشي؟ كيف أتكلم؟ كيف أعامل زوجتي وأولادي؟ شلون يردون منا أن نكون؟ أنا أول أطالع حتى أشوف ماذا أرادوا مني لكي أكون كما أرادوا. حقيقة شلون التفاته، شلون توجه أننا عبيد بجعل الله تعالى، عبيد لهم لأن الله جعلنا عبيدا لهم، فلازم نشوف شلون أرادوا منا، كيف أرادوا أن نكون في الحياة.